هلا كانت الكيمياء بيناتنا بالاساس نحن اصدقاء نحن رفقاء بس مو بالضروره مو بالضروره كل رفيقين يكون في كيمياء امام الكاميرا بين بعضهم بس انا وقفت قدام استاذ كبير يا حبيبي حبيبي مثل فراس ابراهيم فبيعرف كيف ينسج مع الشريك بطريقه جميله فهو ساعدني جدا بنجاح شخصيتي صدقا انا عم احكي هذا الكلام مو لانه موجود هلا كنت عم احكي يا قلبي انت نحن بس كنت عم اقول للصبيه انه نحن كنا عم ندافع عن الفكره وعن العلاقه اكثر ما عم ندافع عن شخصياتنا تماماً. لانه ما إلى معنى الشخصيات الا بنجاح الفكره تماما الفكره هي قبول الاخر قبول الاخر هي هذا ضروري يصير بدون ما تخليه مثلك أيوة. يعني لما ما بنجح خليك مثلي هذا الفرق ضليت قبلانك هذا الفرق بالافكار بين بعضنا بيخلينا نكون اخوه ومتعايشين مع بعضنا هذا المطلوب